السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة شوف دي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر اللي دائما كنطلع لكم في نفس الساعة من أجل تقديم الحصيلة المسائية طبعا الحال ديال كل المدينة المغربية. فالناظور اليوم سجلت 53 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، نتمنى لهم الشفاء جميعا ونتمنى كذلك انه ما يتوفاش شي واحد ان شاء الله خلال هذه الساعات المقبله. اذا المملكه المغربيه ما زالت ولا زالت تسجل حالات فقبل قليل اعلنت وزاره الصحه مساء اليوم الخميس عن تسجيل 4178 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، لتبلغ بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بكورونا في المملكة المغربية إلى 344,684 مصاب ومصابة بفيروس كورونا. طبعا هذا الحال غادي نحيدو من الوفيات ونحيدو منها كذلك الإصابات، الناس اللي تشفوا ولله الحمد. أتبقى أن الحصيلة اللي كتعالج حاليا في المستشفيات أو في المنازل. أما بالنسبة لحالة الشفاء فالحالة الشفاء في تحسن دائم، حيث بلغ حالة الشفاء في هذا اليوم 5312، وهو رقم طبعا الحال اللي هو مرتفع، وبغينا إن شاء الله نشوفوا ارتفاع الأرقام ديال حالة الشفاء أكثر فأكثر. إذن 5312 ليرتفع عدد المتعافين إلى 289,000 289,808 289,808 شخص، في حين سجلت المملكة المغربية وللأسف الشديد 80 حالة وفاة، في حين سجلت المملكة المغربية 80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. البارح كانوا توفوا 70، اليوم توفوا 80. انتما كتشوفوا الوفيات كيرتفع بواحد الشكل اللي هو كبير، فما كناش بغينا نشوفوا الوفيات كترتفع بهذا العدد هذا، لكن للأسف الشديد الوفيات في ارتفاع مستمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع المتوفين بهذا الفيروس في المملكة المغربية. إذا الناس اللي تشفوا اليوم، الناس اللي تشفت اليوم شفاء تاما وغادرت المستشفى في اتجاه المنازل ديالهم، فالعدد ديالهم وصل ل 5312. اما بالنسبه للوفيات ديال هذا اليوم هذا، فالوفيات متتبعي قناه شوف تي في 80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. العدد الإجمالي ديال الناس اللي توفات هو 5619 هو العدد الإجمالي ديال الناس اللي توفات بهذا الفيروس طبعا الحال الذي لا يرحم. إذن كما قلت سابقا
ف5619 5619 هو العدد الإجمالي ديال الوفيات. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة لهاد الناس اللي توفاو. بالنسبة للإصابات في الناظور 53 والوفيات ما كاينينش ولله الحمد، هذا خبر جميل. عندنا الوفيات ما كاينينش، هذا شيء يبشر بالخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع المواطنين والمواطنات بطبيعة الحال داخل خارج أرض الوطن. الناس اللي تقاست اليوم الفيروس 4178 ديال الناس اللي تقاسوا بالفيروس للأسف الشديد، فإما مخالطين أو حالات بطبيعة الحال منفردة هزات الفيروس بطريقة أو بأخرى. فكنتمنى مزيد من الحيطة، مزيد من الحذر بالنسبة للمواطنين اللي ما تلتزموش بالكمامات. كما قلت متتبعي قناة شو تيفي، بالنسبة للمواطنين اللي ما كيلتزموش فأرجوكم ديروا الكمامات ديالكم في التجمعات إلى غير ذلك. أما في المنزل ديالك خويا راك وحدك، خذ راحتك. إن فوا تخرج برا الإنسان يدير الكمامة الطبية ديالو باش ما يلقاش شي مشكل. فمتتبعي قناة شو تيفي، نتمنى الشفاء لكل المصابين. هذا العدد طاعت الحال 4178 ديال الناس اللي تقاسوا اليوم، الناس اللي تشافوا اليوم 5312، والناس اللي توفوا 80 حالة وفاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي معكم بعد قليل في مكان آخر دائما وفي بث مباشر آخر.